بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن Symptoms of Haematological Diseases اللي بيجي بيها المريض بتاعنا. ايه هي Symptoms اللي ممكن يجي بيها مريض الهيماتولوجي؟ اول حاجة بيجي بحاجة اسمها Constitutional Symptoms. يعني ايه Constitutional Symptoms؟ يعني Non-Specific Symptoms، يعني Symptoms ممكن تكون Related لأي Body System، مش خاصة بحاجة معينة. عشان كده مش ما بتوجهناش للهيماتولوجي في حد ذاته، لكن بتدينا بس فكرة عن ان احنا ممكن ندور في ايه. الحاجات دي ممكن تحصل مع الكاردياك بيشنت، ممكن تحصل مع الشيست ديزيز، ممكن تحصل مع الليفر ديزيز، ممكن تحصل مع الهيباتيك بيشنت، ممكن مع الرينال فيلير، ممكن تحصل مع الانيميا، ممكن تحصل مع حاجات كتير، ممكن تحصل مع البلود ديزيزز زي الليمفوما والحاجات دي، ممكن تحصل مع الانفكشن. يبقى هي constitutional يعني non-specific symptoms، يعني مش related لبادي سيستم معين. طب ايه هي constitutional symptoms دي وهتنفعنا في ايه في الهيماتولوجي؟ هي زي الفتيج، الليثارجي، الماليز. يعني الشخص يجي يشتكي من انه هو حاسس بالتعب، بالاجهاد، مش قادر يعمل مجهود، مش قادر يتحرك من مكانه. Unexplained weight loss، والweight loss ده موضوع كبير جدا، يعني له كريتيريا معينة، بس أهم weight loss بالذات في حالات الهيماتولوجي بتاعنا أو weight loss عامة اللي يقلق هو أكتر من 10% of patient weight in the last 6 months. العيان خسر أكتر من 10% من وزنه في آخر 6 شهور. مش كل حد خس شوية يبقى فيه مشكلة. لو هو مقلل أكله بمزاجه، لو هو خس كيلو 2 كيلو في استرس بتاع، الكلام ده كله مش هيبقى مهم قوي قد ما يبقى significant weight loss في فترة قصيرة. ده اللي بيخلينا نشك ان في مشكلة، زي مثلا في الهيماتولوجي الحاجات بتاعت المالجنسي، الليمفوما والليمف بروليفرتيف ديس اوردر بتيجي بالمنظر ده. تمام. النايت فيفر، انه العيان يشتكي ان هو بيسخن بالليل، يعني طول اليوم كويس بيجي على بالليل درجه حرارته تعلى. النايت سويتنج، وده له كرايتيريا، تلاقي العيان بيقول بيحصل له درينشنج او نايت سويتنج، يعني بيعرق بالليل وهو نايم لدرجه ان الهدوم والبيت شيتس، يعني ملايات السرير وهدومه، تبقى غرقانه كانها بتتعصر. يقول ان هو بيعصر هدومه وبيعصر ملايات السرير تنزل العرق بتاعه. فده درينشنج، في درينشنج سويتنج، تقومه من النوم لدرجه انها تقومه من النوم. ودي بتحصل في حاجات كتير جدا زي المينيبوز، زي التي بي، زي في عندنا احنا في حالات الايه الليمفوما. واحنا قلنا ان الثلاث او الاربعه سيمتومز اللي هم الويت لوس، اللوس اوف ابيتايت، النايت فيفر والنايت سويتنج، دول احنا بنسميهم عندنا في الهيماتولوجي البي سيمتومز، ودول احنا بنستخدمهم في الستيجنج بتاع الليمفوما. يعني عندنا ستيج 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B، بنستخدمهم في البروجنوزس وفي التريتمنت، التريتمنت اوبشنز بتاعتنا والساتش اوف تريتمنت، او ان احنا نختار التريتمنت اللي العيان هيمشي عليه. هو ده اللي احنا بنعتمد فيه على اذا كان عنده بي سيمتومز فبيتقال عليه ستيج 1 أو 2 أو 3 أو 4 بي، او ما عندوش بي سيمتومز تبقى ستيج ايه. يبقى هو بيفرق معانا في البروجنوزس وفي الايه وفي التشوز اوف تريتمنت بتاعنا او التشويس اوف تريتمنت بتاعنا، وفي البروجنوزس بتاع العيان بعد كده هيبقى وضعه ايه وهيستجيب للعلاج ازاي واللايف اكسبكتنسي بعد كده قد ايه. نيجي بعد كده، احنا بنقول دايما ان ربنا خلق لنا كل حاجه في جسمنا متوازنه، يعني كل حاجه برنج معين، الهيموجلوبين، البلاتلت، الوايت بلاد سيلز، كل حاجه ليها رقم. طبعا هو مش رقم فيكسد، هو رينج اوف ارقام رينج. يعني الهيموجلوبين مثلا بيبقى من 12 ل 16 في الميل، ومن 13 ل 17 في الميل. لو قل عن كده او زاد عن كده بيعمل مشاكل. دايما عندنا اي حاجه تقل او تزيد، مش بس تقل، لا، لو زادت، مش معنى انها زادت بقى ان هي كده الحمد لله ده كتير، دي حاجه كويسه، لا، حتى لو زادت فهي بالنسبه لنا مشكله. فلو قلت هتعمل لنا سيمتومز هيجي العيان بيها، ولو زادت هتعمل لنا سيمتومز هيجي العيان بيها. ايه هي السيمتومز؟
الهيموجلوبين لو قل هيعمل سيمتومز، البليتلت لو قلت هتعمل سيمتومز، الواي بلود سيلز لو قلت هتعمل سيمتومز. اول حاجه الانيميا، السيمتومز اوف الانيميا، الهيموجلوبين لو قل هيعمل سيمتومز، كلهم هيبقى سيمتومز اوف انيميا. بعض انواع الانيميا بيبقى ليها سبيسيفيك سيمتومز زي الهيموليتيك انيمياز مثلا، بتيجي بعض سبيسيفيك سيمتومز، وبعض انواع الانيميا الثانيه بيبقى ليها سبيسيفيك سيمتومز بتوجهنا انه ممكن يكون العين ده عنده التايب ده اوف انيميا، وهنتكلم عليها بعد كده في العملي وفي الشرح وفي الكلام ده، ان ايه امتى نعرف الانيميا دي والله العيان ده ممكن يكون عنده ايه. لكن في الاخر السيمتومز اللي بتاعه الانيميا اللي العيان هيجي بيها في الغالب بتبقى واحده. بعد كده لما بنشوف السي بي سي ولما بنشوف الاكزامينشن بتاع العيان بنقدر نفكر هي مين فيهم، لان احنا عندنا a lot of anemias, a lot of types of anemia. عندنا microcytic hyperchromic, عندنا normocytic normochromic, عندنا macrocytic anemias, عندنا كل واحدة فيهم بتتقسم لحاجات تانية زي ال iron deficiency, sideroblastic, thalassemia, عندنا anemia of chronic disease, hemolytic anemias, عندنا bone marrow failure, عندنا حاجات كتير قوي. طب العيان بتاع الانيميا ده هيجي بإيه؟ انيميا هيموجلوبين قليل او واي ار بي سيز قليله، هيجي بايزي فاتيجابيلتي جنرال ويكنس، العيان بيشتكي من ان هو ما بيقدرش يعمل مجهود، عنده ضعف عام، هيدك، صداع. اكتر شكوى الناس بتشتكي منها وبيقولوا لها روحي حللي واعملي صوره دم هي الصداع، بيشتكوا دايما ان هم عندهم صداع. فالشارع رجل الشارع العادي الانسان البسيط هيقول لك لو حد قال له عندي صداع لا يكون عندك انيميا اعمل صوره دم. shortness of breath مش بيقدر ياخد نفسه كويس، بينهج مع اقل مجهود، بيحس ان هو مش قادر ياخد نفسه. reduced exercise tolerance ما بيقدرش يعمل مجهود في الرياضه، بعد ما كان مثلا بيلعب رياضه او بيطلع السلم ده نوع من انواع الرياضه مثلا، او بيلعب رياضه معينه وكان بيعملها، لا دلوقتي ما عادش بيقدر يعمل اللي كان بيعمله قبل كده، المجهود بتاعه المعتاد بتاعه ما عادش بيقدر يعمله. light headedness يعني ايه؟ يعني عنده دوار، بيحس ان هو الدنيا بتلف بيه. سينكوب، السينكوب يعني ايه؟ يعني شخص بيحصل loss of conscious بس بيبقى transient وself limiting. transient loss of conscious وself limiting، ودي ليها اسباب كتير، يعني بيفقد الوعي لفتره بسيطه من الزمن وبيسترده بدون اي تدخل ومن غير ما حد يعمل له حاجه، ودي ليها اسباب كتير هنعرفها بعد كده، فازوفيجال، نيوروجينيك، حاجات كتير ليها اسباب كتير، كاردياك، حاجات كتير، لكن من ضمنها انه يكون ايه الانيميا. worsening angina، الانجينا تسوء، يعني الانجينا يعني ايه؟ يعني decrease the blood supply اللي واصل للهارت. طيب البلود سبلاي معناها ايه؟ معناها الهيموجلوبين، معناها كميه الهيموجلوبين والار بي سيز اللي واصله للهارت. طب هي الانيميا يعني ايه؟ يعني الهيموجلوبين قليل، يعني الار بي سيز قليله، يعني معنى كده ان لو العيان اصلا اسكيميك او عنده اي تايب اوف انجينا، لما هيحصل له انيميا الانجينا هتزيد. علشان كده العيان بتاع الانجينا بالذات لما بيحصل له انيميا لازم بنحتاج ان احنا نعالجها بسرعه، ما نقعدش بقى نستنى ونقول هنشخص الاول، لا، قبل ما نعمل دايجنوزس لازم بنبتدي ندي للبيشنت اي بلاد ترانسفيوجن لو احتاجنا او تريتمنت بسرعه، علشان العيان ما يحصلوش وورسننج للانجينا دي والشست بين يزيد اكتر. انكل سويلنج من الحاجات اللي بتعمل هارت فيلير الانيميا، يعني احنا عندنا تايب اوف انيميا، تايب اوف هارت فيلير اسمه انيميك هارت فيلير، فلو العيان دخل في انيميك هارت فيلير ليه؟ لانه طبعا الريكويرمنت بتقل، الريكويرمنت بتزيد، الهيموجلوبين والار بي سيز اللي واصله للهارت بتقل، البلاد سبلاي بيقل، يبقى معنى كده ان العيان هيدخل في ايه؟ في هارت فيلير. تمام، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل مانيفيستاشن رايت سايد هارت فيلير، يجي العيان بكونجستد نيك فين، يجي بانكل سويلنج او لور لمب ايديما، يشتكي من لور لمب ايديما، رجله بتورم، يجي بايه؟ برايت سايد هارت فيلير. كل الكلام ده ممكن يجي بيه. طبعا كل ما الحاجه كانت كرونيك كل ما كانت اعراضها اقل، وكل ما كانت اكيوت كل ما كانت اعراضها اكتر، وده بيسري على كل حاجه في المنهج او كل حاجه في الجسم. اي حاجه بتحصل اكيوت بتكون وورس عن الكرونيك. العيان بتاع الانيميا الاكيوت لو واحد مثلا عمل حادثه ونزف جامد، حتى لو هيموجلوبينه ما نزلش قوي، لو الرقم مش قليل، لكن تلاقي الاعراض عنده مانيفست وظاهره اكتر من العيان بتاع الكرونيك اللي جاي لك مثلا هيموجلوبينه 2 ولا 3 وجاي ماشي على رجليه بس عنده صداع. تلاقي الهيموجلوبين 7 و8 وتلاقيه ممكن يكون داخل في انيميك هارت فيلير او عنده سيمتومز سيفير. ليه؟ لان الحاجه دايما الاكيوت بتكون سيفير، لكن الحاجه الكرونيك بيكون الجسم عمل لها ادابتيشن وكومبنسيشن فما بتكونش سيفير قوي.
muscle weakness, some sort of ischemia. انا البلاد سبلاي اللي واصل زي ما هو اللي واصل للهارت قليل زي اللي واصل للمصل قليل, اي بلاد سبلاي واصل لاي حته في الجسم هتبقى قليله, فهيبقى فيه ويكنس. المصل دي هتتعب من قله, مع اقل مجهود هيحصل مصل ويكنس وهيبقى فيه some sort of ischemia. awareness of heart beat palpitation, ليه؟ لان في انيميا. انيميا يبقى ايه؟ يبقى الشغل بتاع الهارت هيزيد عشان يحاول يعمل كومبنسيشن, يبقى هيحصل كومبنساتوري تاكيكارديا عشان يزود الايه البلاد سبلاي. يحاول البلاد الهارت بيحاول يعوض البلاد اللي طالع منه قليل, فبيحاول يعمل تاكيكارديا عشان يزود البلاد اللي واصل, فيبقى يحصل ايه palpitation. بريتل نيلز وهير لوس, ودي واضحه جدا في البنات, تلاقي البنات دايما بتشتكي من ان ضوافرها بتتكسر بسهوله, شعرها بيقع, وده في معظم البنات في البري مينيبوزال فيميل. ليه؟ لان احنا عندنا قبل المينيبوز بيبقى في عندي المنسس في البنت العاديه خالص, وده بلاد لوس, ريكورنت بلاد لوس افري مانث, وما فيش تعويض للبلاد لوس اللي موجود مع المنستريشن ده, فبيحصل لهم ايه ايرن ديفيشنس انيميا, فتلاقي فيها بريتل نيلز, ضوافرها بتتكسر بسهوله, تلاقيها ما فيهاش اللمعه الطبيعيه اللي عندنا, تلاقي ممكن تلاقيها المفروض النيلز بتاعتنا بنلاقيها كونفكس كده وفيها لمعه وما فيهاش استرايشن, تلاقيها سوفت سموز ما فيهاش اي استرايشن ولا حاجه, لكن تلاقي الانيميا بالذات الكرونيك ايرون ديفيشنسي انيميا تلاقي فيها سبونينج اوف نيلز, بقت كونفكس, بقت كونكيف, دخلت لجوه وبقى فيها استرايشن مخططه بالطول كده, وبقت بتتكسر بسهوله, وبقت البنت ايه شعرها بيقع, ودي اكتر شكوى بيها في الكرونيك انيميا. طب لو البليتلت حصل فيها مشكله, المشكله دي بقى سواء البليتلت قلت, ودي اسبابها كتير جدا, سواء البليتلت قلت بسبب مشكله في المصنع اللي هو البون مارو ما بيصنعش كويس, او مشكله في انها بتتكسر بره, او مشكله في البليتلت فانكشن نفسها, يعني البليتلت سليمه والبليتلت بتطلع من البون مارو عادي ومفيش مشكله ما بتتكسرش, لكن الفانكشن بتاعتها امبيرد, سواء مشكله في شكلها او في الكومبوننت بتاعتها, او يكون في مشكله في الكواجيليشن فاكتورز, يعني عندي مشكله في الايه في الاليمنت بتاعت الهيموستاسيس, يبقى يحصل بليدنج ديس اوردر. يبقى العيان يجي يشتكي ان هو بينزف من غير ما يتخبط, بينزف لوحده, دي ممكن تبقى فرانك بليدنج او بليدنج ميوكوتينيوس او ديب بليدنج, يعني يجي مثلا باي بليدنج من الاورفيس, اي اورفيس يعني اي فتحه في جسمه, بستاكسس يعني بليدنج برنوز, يجي ببليدنج برجم, يجي بهيماتيمسيس فوميتنج اوف بلود, يجي بميلينا بلاك تيري ستول, يجي بفرش بليدنج بالريكتم, يجي بمنوراجيا, تجيب منوراجيا يعني هيفي منستريشن, تيجي بهيماتوريا اللي هي بليدنج مع اليورين, تيجي بأوزنج فروم سيرجيكال ووند, واحد عامل عمليه ويلاقي البلاد البليدنج ما بيقفش من مكان الجرح, يجي بميكوكوتانيوس بليدنج سكين وميوكوس ممبرين اللي هي بتبقى, يجي يقول لك انا عندي نقط او بطش او بقع في جسمي, ودي ليها اشكال مختلفه, بتيكي بيربرا اكيموزيس, ودي بتختلف على حسب حجمها وشكلها, يعني البتيكي دي بتبقى شبه ايه, كانها بيقولوا عليها كده راس الدبوس, كان انا جبت دبوس وعملت نقطه في السكين كده حجمها اقل من 1 ملي, او بيربرا بتبقى من 1 ل 2 ملي دي اكبر شويه, او اكيموزيس بتبقى اكتر من 2 ل 5 ملي بتبقى كبيره, اللي احنا كنا خدناها قبل كده في الشرعي ان بيبقى اللي هي الكدمات اللي هي لونها بيتغير مع الابزوربشن بتاع الار بي سي ديستراكشن, الحاجات اللي بتطلع من الار بي سي ديستراكشن, وبنقدر نحدد بيها الشخص ده اتخبط امتى او اتضرب امتى لو كان مضروب او كده, وبنفرقهم طبعا عن حاجات تانية زي الموسكيتو بايت, وبنفرقها عن البولبابل بيربرا اللي هي الفاسكولايتس, ودي هناخدها في العملي بالبلانشنج تيست, يعني ما ينفعش واحد يجي يقول انا جسمي كله بطش وفي الاخر يطلع موسكيتو بايت, ممكن تبقى كده, وطبعا البيربرا ما بتبقاش بولبابل, يعني لو حطينا ايدينا على العيان بنلاقيها مش محسوسه, ده بليدنج اندر سكين مش محسوس, الا بقى لو فيه هيماتومه كبيره وعامله وبلبل وكده, لكن البربرا او الفيتيكي مش بتبقى محسوسه اصلا. طب الديب بليدنج ده اللي هو الهيم ارثروزس او الانترا ماسكولار هيماتوما, الهيم ارثروزس يعني بليدنج في الجوينت, الريست جوينت بقى الني جوينت الانكل جوينت, واشهرهم الني جوينت, وده بيجي في الشباب بتوع الهيموفيليا بيبقى بيلعب كوره ورجله تتلوى يحصل له هيم ارثروزس, وبيجي لهم غالبا ريكورنت هيم ارثروزس لدرجه ان هم يعملوا فايبروزس في الجوينت. انترا ماسكولار هيماتوما الهيماتوما جوه المفصل, في الغالب بالسكين والميوكوس ممبرين بليدنج بيجي مع البليتلت ديس اوردر,
مشاكل البليتلت. لكن الجوينت والماسل هيماتوما او بليدنج بيجي دايما مع الكواجيليشن فاكتور ديس اوردر، ده مش قانون لكن في الغالب ده اللي بيكون موجود يعني. يبقى دي من المشاكل التانية اللي بيجي بيها العيان بتاع الهيماتولوجي ان يجي ببليدنج. نيجي نشوف المنظر، ده منظر البربرا اهو، انه عندنا بقع اهي في جسمه في رجل البيشنت، بقع حمراء، هنيجي نعمل لها بلانشنج يعني هنتك عليها وهنشيل صابعنا هنلاقيها مش بتختفي، على عكس موسكيتو بايت لما نتك عليها ونشيل صابعنا هنلاقيها بتبيض واول ما نشيل صابعنا بترجع تاني. طيب لو الوايت بلود سيلز قلت، بالذات النيتروفيلز اللي هي مسؤوله عن البروتكشن بتاع الجسم اجينست البكتيريا الفيروس الفانجل انفكشن، هلاقي حاجه اسمها نيتروبينيك فيفر، العيان هيجي له ريكورنت انفكشن، سواء بقى سكن انفكشن او اي انفكشن في اي مكان في جسمه، شيست انفكشن، يو تي اي، ابدومينال انفكشن، اي انفكشن، ويجي له ريكورنت ماوس ألسريشن، وممكن يكون عليها فانجل انفكشن، كانديدا او حاجه زي كده، وده يبقى المنظر يجي العيان يشتكي بالكلام ده. ودي ليها اسباب كتير، ممكن تبقى اي سبب هيخلي الوايت بلود سيلز تقل، ممكن يبقى بون مارو فيلير، ممكن تبقى بون مارو انفلتريشن بمالجنان سيل، ممكن تبقى حاجه اسمها سايكليك نيتروبينيا، حاجات كتير جدا هناخدها على مدار المنهج. ده منظر ماوس ألسر، ممكن تبقى ماوس ألسر واحدة، دي ليها differential diagnosis كبير طبعا، يعني ممكن تبقى أفسس ألسر، ممكن تبقى drug induced، ممكن تبقى infection، ممكن تبقى بسبب autoimmune disease زي اللوبس والبهشت والحاجات دي كلها. طيب حاجة تانية، عندي حاجة اسمها symptom of hyperviscosity. يعني ايه hyperviscosity؟ يعني blood بقى viscous مش عارف يمشي، البلود تقيل لدرجة ان هو ما بيمشيش في البلود vessels كويس، فيبتدي يعمل symptom of hyperviscosity، ممكن يعمل thrombosis. ايه اللي يعمل كده؟ عندي حاجات كتير من ضمنها الفالدنشتروم، اشهرهم الفالدنشتروم ماكروجلوبينيميا، ده نوع من انواع الليمفوبروليفريتيف ديس اوردر او بلازما سيل ديس اوردر، بيكون فيها الاي جي ام، فاكرين الاميونوجلوبولين اللي هم الجي والاي والام والدي والاي والكلام ده، كل دول من ضمنهم الاي جي ام، ده احنا كنا عارفين ان هو هاي موليكولر ويت، حجمه كبير، فلو زاد زياده عن اللزوم في المرض ده وهو حجمه كبير يجي ايه يعمل كتل كده يمشي في الدم فيخلي الدم لزج فيعمل سيمتومز اوف هايبر فيسكوستي. ايه هي السيمتومز دي؟ يجيب نيوروباثي، تنميل بقى وشكشكه في الجسم، يجي بإبستاكسس، نزيف إبستاكسس بيدنج برنوز، يجي ببليرد فيجن، عينه مزغلله، يجي بهيدك، يجي بصداع، او يجي بثرومبوزس. برضو عندي الميلو بروليفريتيف ديس اوردر زي البوليسايسيميا، كنا اتكلمنا لو الحاجه زادت الهيموجلوبين لو زاد، او الاستنشال ثرومبوسايسيميا او سي ام ال، الوايت بلود سيلز او البليتلت او الهيموجلوبين لو زادوا، ممكن لو زادوا قوي يعملوا لي هايبر فيسكوستي وممكن يعملوا ثرومبوزس، فبرضو دي من السيمتومز اللي هيجي بيها. كمان في البوليسايسيميا من السيمتومز اللي العيان بيجي بيها انه يجي بحاجه اسمها بيريرايتس او اتشنج، يبتدي الهيموجلوبين الزياده ده يخلي العيان ايه يهرش من كتر الهيموجلوبين، ويجي وشه طبعا دي صايم، بس هو ممكن يشتكي من ان هو عنده بليثرا او وشه احمر، وشه محمر قوي من كتر الدم اللي عنده، ويجوا بثرومبوزس، والثرومبوزس ده هيجي في الهايبر فيسكوستي، وهيجي في حاجه اسمها ثرومبوفيليا، يعني العيان يكون عنده تندنسي للثرومبوزس، وده مرض تندنسي للثرومبوزس. يعني ايه؟ يعني عيان يجيله ثرومبوزس ومش المفروض يجيله، يعني ايه؟ في ناس يجي المفروض يجي لهم، مش موضوع المفروض يجي لهم، بس في ناس عندهم ريسك فاكتور، حد بيد ريدن، عنده كوموربيديتيز، اولد ايج، عنده اثيروسكليروزس، فوارد انه يجي له ديزيز مثلا اي اف وجاله سكيميك ستروك او. لكن لو شخص يونج ايج اقل من 40 سنه، عنده فاميلي هيستوري حاجه اسمها ثرومبوفيليا، جاله ثرومبوزس في ابنورمال بليس، جاله حاجه اسمها بات كاري، ثرومبوزس في الهيباتيك فينز، فينو اوكيلوسيف ديزيز، بورتال فين ثرومبوزس، ثرومبوزس في الساجيتال ساينس، او سكيميك ستروك، شاب صغير بيتحرك وبيمشي وبيروح وبيجي وما عندوش اي امراض وجاله ثرومبوزس، ده حاجه غريبه، فبنقول ان هو عنده ثرومبوفيليا تندنسي للثرومبوز. ودي ليها اسباب كتير من ضمنها كونجنتال واكوايرد، بيبقى دمه بيتجلط بسهوله، يبقى برضو ده من الحاجات اللي العين هيجي لي بيها. بس هيجي لي بايه بقى؟ هيجي لي بالثرومبوس، هيجي لي بمنظر الثرومبوزس باعراضها، واعراضها دي طبعا ممكن تبقى كتير جدا، كتير بقى على حسب مكانها، يا اما الدي في تي في رجله، كف بين، تندرنس، لور لمب اديما او ابر لمب، ممكن يبقى ديسترب كونشس لو سكيميك ستروك وحاجات وكونفولجن وكلام من ده، ممكن يبقى
increased abdominal contour واسايتس واللي هو ريمب اديما وكلام من ده في البط كياري، يعني على حسب مكان الثرومبس هتيجي فين. ايه تاني؟ احنا كنا قلنا من شويه ان بعض انواع الانيميا ليها سبيشال سيمتومز او سبيشال ساينز كمان. ايه السيمتومز اللي تيجي مع الهيموليتك انيميا؟ زي مثلا الجوندس، العين يجي يقول لك عيني صفرت. طب عيني صفرت دي خاصه بالهيماتولوجي؟ لا، دي خاص دي ممكن تكون ليها ديفرنشال دايجنوزيس كبير جدا، ممكن تيجي مع الاوبستراكتيف، ممكن تيجي مع الهيموليتك، ممكن تيجي مع الهيباتوسيلولر. طب انا هعرف منين؟ هعرف مع الحاجات التانيه اللي مع العيان، السيمتومز التانية، الساينز التانية، كمان الاكزامينيشن بتاع العيان هو اللي هيوجهني. فممكن من الحاجات اللي تجيلي لو كانت هيموليتك انيميا انه يجيب جوندس. كمان عندي العيان ممكن يشتكي بشكوى مميزه جدا، يقول ان هو لون البول بتاعه بيتغير، بيبقى لون الشاي الصبح اول ما يصحى من النوم. دي حاجه خاصه بمرض عندنا اسمه باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الار بي سيز بتتعرض للاسيديك ميديا بتاعه بالليل، البي اتش بتاعت البلاط بتتغير بالليل، بتبقى اسيدك، فالار بي سيز بتتكسر. طب ما هنقول اشمعنى بتتكسر في الاشخاص دول مش في الناس العاديين؟ لان في الناس العاديين بيبقى عندنا انزيم بيحمي الار بي سيز بتاعتنا من التكسير اللي بيحصل بالليل. في الناس اللي عندهم المرض ده الانزيم ده مش بيكون موجود، فبيحصل لهم هيموليسيز انترافاسكولار بالليل، بيظهر في صوره الدارك يورين الصبح اول ما يصحى من النوم. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن العين يجي بيها كسمتم. يجي بأبدومينال بين بسبب الهيموليسيس، يجي بليج ألسر، وده في الثلاسيميا وفي السيكل سيل، يجي لي ليج ألسر على التشين اوف تيبيا، او يجي عند الانكل، ودي بتيجي بسبب البور هيلينج او ثرومبوزيس في السيكل سيل، المايكرو ثرومباي اللي بتحصل بسبب السيكلينج او بسبب الفازوكيدوس في ديزيز، بتعمل لي ليج ألسر، وبتبقى بيبقى فيها بور هيلينج، وبتبقى صعب جدا انها تخف، وتبقى فيها مشكله جامده جدا مع العيان. او بون فازوكيلوسيف ديزيز او الهيموليسيز اللي حاصل مع العيان، او انه يكون دخل في اوستيوبينيا او اوستيوبروزيس، او دخل في افاسكولار نيكروزيس بسبب المرض اللي عنده، فيجي بون بين مع الهيموليسيز او بسبب الكومبليكيشن بتاع الديزيز. كل ده وارد جدا يكون بسبب الانيميا. يبقى دي برضو اعراض سبيسيفيك لانواع معينه من الانيميا، ممكن تحصل مع انواع معينه من الانيميا، لكن في الغالب الانيميا بتيجي بالاعراض الاولانيه اللي احنا قلنا عليها، اللي هي مش سبيسيفيك لحاجه معينه لكن بتيجي مع كل انواع الانيميا. ايه تاني ممكن؟ ادي منظر اهو الليج ألسر، لسه بنتكلم، ده منظر الليج ألسر عند الانكل اهي، وبيبقى فيها بوريلينج. طيب ايه تاني ممكن عين يجي بيه؟ ممكن يجي بكلكعه، يقول لك انا عندي كلاكيع ظهرت في رقبتي او تحت باطي او من تحت، ودي بقى بيسموها العيانين حيل. او ممكن لو العيان يعني عارف شويه يقول لك الغده، في غدد في رقبتي او في كلكعه في رقبتي كبرت، ودي بقى ممكن تكون بينفول يعني بتوجع، ودي في الغالب لما تكون بتوجع بتكون انفكشن، او ودي طبعا البيناين بالنسبه لنا، او تكون ما بتوجعوش ودي اللي بتقلق شويه انها تكون مالجنسي او انفلتريشن. والانفكشن ممكن يكون جنرالايزد، او ممكن يكون جنرالايزد زي السي ام في والابشتاين بار وحاجات تانية، او ممكن تكون بسبب لوكالايزد بسبب اي حاجه، اي انفكشن او اي حاجه دريننج المنطقه دي، او يجي بجنرالايزد لنفادينوباثي بسبب مالجنسي زي الايه بقى، زي السي ال ال، زي الليمفوما، زي ايه الحاجات دي كلها ممكن تجيلي بسبب ايه، بانلارج بليمفادينوباثي وانلارج ليمف نود. هنعمل لها بقى فحص، ده العيان هيجي بيه، لكن احنا هنبتدي نشوفها في الايه، في الاكزامينيشن، هنعمل لها اكزامينيشن ازاي، ونشوف ونشوف هنسال العيان على ايه، هي بتوجع ولا ما بتوجعش، بتكبر ولا ثابته على الحجم ده، ظاهره بقالها قد ايه، اول مره ولا الكلام ده كله. طيب ايه تاني ممكن يجي بيه العيان؟ ممكن يجي بأورجانوميجالي. طيب هنقول هو العيان عارف الأورجانوميجالي ولا هو اصلا ممكن يحس بيه؟ هو طبعا العيان مش هيجي بالأورجانوميجالي كأورجانوميجالي الا اذا كان هيوج سبلينوميجالي او هيوج هيباتوميجالي لدرجه انه ظاهر من بطنه، ودي رير لما بنشوفها ان السبلين يكون كبير لدرجه انه ظاهر من بطن العيان او الليفر، او يكون العيان حاسه بايده. لكن ممكن السيمتومز بتاعه الأورجانوميجالي نفسها انه حاسس بأبدومينال بين او increased abdominal distension او abdominal contour، حاسس ان بطنه كبرت، او انه حاسس بانتفاخ، او حاسس انه مش عارف ياكل كويس، او بيحس بearly satiety، او ما بياكل بيشبع بسرعه، او بحاسس بانتفاخ مع الاكل، او حاسس بعسر هضم indigestion، او حاسس بانه في dragging بين حاجه بتشد عليه،
زي ما يكون في تقل كده في بطنه بيشد عليه لتحت، زي ما يكون حاجه بتشده لتحت، او حاسس بابدومينال بين عامه، وجع في بطنه من كبر الليفر والسبلين، او حاسس بان في ستيتشنج بين، زي ما يكون حاجه بتنقح عليهم بيقولوها كده، لو في انفلاميشن في البيري سبلينايتس او الليفر بيري هيباتايتس، يبقى كل ده ممكن العين يجي بيه. طب هو الليفر والسبلين بيكبروا في الهيماتولوجي؟ اه بيكبروا طبعا، ده في الاساس بيكبروا في الهيماتولوجي. لو اكسترا اكسترا هيماتوبويسز، يعني هيموليسز، لو في الهيموليسز بيكبروا علشان يعمل لي اكسترا مدلر هيماتوبويسز، او في الهيموليتيك انيميا كرونيك هيموليتيك انيميا فلاقي هيباتو سبلين ومجالي، وممكن يكبروا في المالجنسي وفي الانفلتريشن، وممكن يكبروا في الانفكشن. في الانفكشن احنا قلناهم من شويه، سي ام في والابشتاين والكلام ده، او في الانفلتريشن بقى في الليمفوما وفي السي ال ال وفي السي ام ال والكلام ده، ممكن الاقي السبلين كبير، وفي الهيري سيلو كيميا وفي الحاجات دي الاقي هيوج سبلين ومجالي، وواضح لدرجه ان العين يشوفه من بره. يبقى دي كده السيمتومز اللي ممكن العيان يجي لنا بيها كبلود ديزيز، واحنا بعد ما نشوفها نقدر نجمع احنا هنمشي ازاي مع العيان وهنفحص العيان ازاي، وبعد كده هنكمل بالاكزامينيشن ونقدر نوصل الدنيا هتمشي معانا ازاي. كده خلصنا، وبالتوفيق ان شاء الله. جود لك، ثانك يو.